معكم جثم عبد الله الأميري طالب راشد المازمي في KG1. لاحظت تطور كبير في المدرسة برغم أنها مدرسة أمريكية ولكنها تركز على اللغة العربية والقيم الإسلامية بسبب وجود مدرسات أكفاء. تطور الأكاديمي أدى إلى تطور الشخصيات والمستوى العلمي لدى الطالب، وتنوع الأنشطة والاستخدام المهارات في القسم أدى إلى تطور الذهني. من الأمور اللي أحبها في مدرستي سهولة التواصل مع الإدارة واستماع لآراء أولياء أمور. شكرا.